نحن اليوم بأحد المراكز لأم فدان بمدينة عفرين. هذا المركز بيضم عدة عائلات. خبرونا عن عائلة عم بتربي أربع أيتام وانفقدوا أولادها وتضرر بيتها في آخر الأيام. رح نشوف قصتها سوا. السلام عليكم. شلون حالك؟ طمنا عنك. الحمد لله. شو خالتي ليش عم تبكي؟ أول شيء عانيت بالحرب، ابني راح، ابني الثاني صوب، جوزي إن شاء الله لخمس سنين، بعد جوزي مات، ابني الثاني فات، ما ضل لي حدا. سلامتك يا خالي، سلامتك، الله يرحمه. ما ضل عندي غير رحمة الله. وبعد زنزان كنت بركب البيت، بصرت ما طلعت برات البيت، ما حسنت أطلع. جو الشباب جابوني لهم، والله بركبهم. سلامتك يا خالتي، إن شاء الله مهدى، بس أنتو الله يرحمه ويجعل مسواهم الجنة. الحمد لله، الحمد لله على عطا ورضا، مش من إجا من الله يا محلى، الحمد لله. بيتك تضرر بالكامل، وين كنت قاعدة؟ بأي مكان؟ كنت هون بركب شارع راجل. نعم. وشي شارعين بهذي شاشة الحيطان والسورة الضرر. يا بقولونا ما هو صالح للسكن، ما بقى صالح للسكن، بس أنا بدي أرجع له أبرك فيه. شلون بدك ترجع له وتعرفي إنه هو غير صالح للسكن؟ معلش دخلت أولاد ابني وأبرك، يعني أولاد الشهيد هو نن وأمن. عم تربي أنت أربع أيتام؟ أي ثلاثة أيتام. أي ثلاثة صغار، أصغر ولد عمره خمس سنين، سبعة وثمانية، والله بيركي هون بالمدرسة هذي، واللي مسجلينهم بالأيتام هون مدرستهم يعني. نعم. المدير الله يكتر خيره بركنا هون. أي الحمد لله، أمني اللي هون دفع، بأمني ولي الدواء. ايش معك؟ ليش خالتي؟ انا معي الضغط، صار معي الضغط والقلب، تسرع بالقلب، حتى مصوبة بإجري زمان حلب لما ضربت الطيارة. الحمد لله. سلامتك يا خالي، سلامتك. معلش بدنا نصبر ونطول بالنا. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله، الحمد لله، مش من اجى من الله يا محلى، الحمد لله وبين الله. الله يسلمك يا خالتي، ان شاء الله يكثر خير الشباب، والله يجزيهم كل خير، كل شيء ساعدني. لسه الدنيا بخير أمي، والله لسه الدنيا بخير. الحمد لله. فما تزعلي ولا تحزني، الحمد لله رب العالمين، هدول من الشهداء بإذن الله. الحمد لله على طول، الحمد لله. يعني أنا بريد إني طلعوا بس طلبي يعني إني هالخطارة اللي ما ضل لهم أولاد، ما ضل لهم حدا يطلع عليهم، تخلوا أولادهم عنهم، سافر وعفوهم هيك، بس يعني طلعوا بوجهة نظر أبنولهم مثلا مصروفهم. يعني أنا هلا بالعادية، أيام العادية أحيانا بلزمني دواء ما معي أجيبه، وأنا ما من طبعي أكسر تمي لحدا وأقول لهم إني هذا يجيب لي الدواء، إني يتأمن دواء، يتأمن مثلا مصروف. هذا أنا بتمنى من رب العالمين، يعني هيك أهل الخير يساعدونا فيه. الظروف صعبة يا ابني، الظروف صعبة، والحمد لله كنا عايشين بحلب، وأنا الحمد لله كان أموري ميسورة، يعني ما أني والله من الطبقة الفقيرة ولا من طبقة، كان عندي بناي، كان سيارتين قدام الباب، كيلو ذهب راح لي ببيتي، وقلت الحمد لله كل هاد وصبرة. بعدها راحوا الأولاد وراح الأب، ما ظل اللي غير رحمة الله بهالدنيا. يعني أني مناشد أهل الخير أني ما يعيفوا الخدارة اللي بحاجة، ويساعدوا هالأيتام، هالولاد الأيتام بس. والحمد لله على عطاء ورضا، والله كتر خير، كل شيء ساهم بخير.